أصبح مسجد أبو درويش المبني على جبل الأشرفية علامة فارقة تميز الجبل عن غيره، ولا يمكن رواية قصة هذا المسجد بمعزل عن قصة الحاج مصطفى حسن شركس الملقب بأبو درويش والذي بناه عام 1962. ذهبنا إلى المهندس المعماري علي ماهر الذي تكون خالة أبوه هي زوجة الحاج مصطفى ليحكي لنا عن أبو درويش المسجد والحاج. مصطفى حسن شركس من مواليد دمشق، وهو شركسي من عشيرة الأباظة، إجى على الأردن أظني في بداية الثلاثينات أو في نهاية الثلاثينات بداية الأربعينات، وكان متعهد من أهم متعهدي الأردن. بنى القصور الملكية العامرة وبنى كثير من الأبنية المهمة في الأردن. راضي المتيم في الهوى بجنونه. المسجد كان هوس عنده طول عمره، و انه يخلد حاله في 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 نصب يفيد البلد فيه. بعد ما اشتغل وسوى ثروه، اخذ بالذكر عطائين مهمات وانتصب عليه الزلمه وزعل، فحط كل فلوسه جمعها وبنى فيها المسجد هذا. كان يحلم انه يساعد المجتمع، فبنى لهم مدرسة متخصصة للأطفال في تحفيظ القرآن الكريم وفي إنه ومدرسة علم. وبتذكر كان في حسرة بقلبه لآخر يوم، إنه هو كان حابب المسجد يكون له ميدانتين، ما كفى فلوسه راح بنى ميدانة واحدة، وظلتها الحسرة مسكين في قلبه حتى آخر يوم. إذا نطلع على الجامع، من وين ما تطلع من عمان بتشوفه، يعني موقعه كثير مهم. موقعه هو زي مرجع صار لأهل عمان، على أعلى نقطة في مدينة عمان في جبل الأشرفية، ومطل على كل هالمدينة الحلوة هاي. وطرازه المعماري الجميل كمان بذكرنا في الطراز المعماري السوري اللي هو الحجر الأبلق. فإذا دخلنا الجامع وشفنا تفاصيله وشفنا هالجماليات اللي فيه، بتعطيك فكرة عن هالرجل هذا العظيم وشو أنجز، وكيف إنه حط كل محبته لهالمهنة ولهالبلد في هالجامع هذا. في عمان كان في عندنا مشكلة كبيرة بالأذان. كان الأذان كل شيخ على كيفه، إشي يتأخر دقيقتين، إشي يتأخر خمس دقايق، إشي يتأخر، ما كانوش ملتزمين، وإشي صوته حلو، إشي صوته بعيد عنك مش كثير حلو، إشي، فكانت فوضى في الأذان عندنا بعمان. فهو لما طلع بهالفكرة هاي الجميلة، جبال عمان ردت عليه. يعني هالصدى الحلو هلأ من جامع واحد في نفس الوقت، وكل جبال عمان بتأذن بصوت جميل، يعني كان أعطت لعمان رونق. يعني حتى بهاي سبحان الله أثره لا يزال موجود في عمان، وأثره الجميل يعني ترك هالهدية الحلوة إلنا. الله أكبر الله أكبر. كان ذكي جدا هو، فقرر يدفن حاله في المسجد. راح بنى القبر، حفره، ويروح يقيس القبر كل يوم، ينام فيه ويقيس القبر. ويجي عند خالة أبوي أم درويش، يقول لها يا أم درويش اليوم مرتحتش تحت راسي. تروح تبهدل فيه، تقول له يا أبو درويش عليك وعلى هالسير التعبانة هاي، حل عني وأبصر إيش. يوم يقولها ظهري، يتبهدل على ظهره. المهم إجا يوم من الأيام وقالها يا أم درويش اليوم ارتحت الحمد لله،
راس وظهري ورجلي ونام وأيس واتجاه القبلة وكل شيء تمام، وقعد على الكرسي وأخذ الجريدة يقراها وغفي وتوفى. أحلى موتي رحمة الله عليه.